أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بکرے موتی 793 روزی میں برکت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا بہت نفع بخش ہے. حضرت سلمان بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا، پھر دروازے کے سامنے دو رکعت نماز پڑھی، پھر ملتزم پر تشریف لائے اور اللهم انك تعلم سريرتي وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي وتعلم حاجتي فاعطني صولي. اللهم اني اسالك ايمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي والرضا بما قضيت علي. تو حضرت آدم علیہ السلام پر وحی آئی کہ تم نے ایسی دعا کی جو قبول کی گئی، تو حضرت آدم علیہ السلام پر وحی آئی کہ تم نے ایسی دعا کی جو قبول کی گئی، تمہاری اولاد میں سے جو بھی یہ دعا کرے گا اس کے غم و فکر کو دور کر دوں گا اور اس کی روزی کو کافی کر دوں گا، اس کے دل سے فقر کو دور کر دوں گا اور اس کو غنی کر دوں گا، اس کی طرف اس باب رزق کو متوجہ کر دوں گا، اس کی طرف دنیا ذلیل ہو کر آئے گی اگرچہ وہ دنیا کو نہ چاہے گا. تو حضرت آدم علیہ السلام پر وحی آئی کہ تم نے ایسی دعا کی جو قبول کی گئی، تمہاری اولاد میں سے جو بھی یہ دعا کرے گا اس کے غم و فکر کو دور کر دوں گا اور اس کی روزی کو کافی کر دوں گا، اس کے دل سے فقر کو دور کر دوں گا اور اس کو غنی کر دوں گا، اس کی طرف اسباب رزق کو متوجہ کر دوں گا، اس کی طرف دنیا ذلیل ہو کر آئے گی اگرچہ وہ دنیا کو نہ چاہے گا. مناسک جلد دو صفحہ 71 الدعاء المسنون صفحہ 441. اللهم إنك تعلم سريرتي وعلانيتي. اے اللہ، بے شک سکھا مجھ کو چھپی ہوئی باتیں اور ظاہری. اللهم إنك تعلم سريرتي وعلانيتي. اے اللہ، بے شک سکھا مجھ کو چھپی ہوئی باتیں اور ظاہری. فقبل معذرتي، پیش کرتا ہوں میں اپنی معذرت، پس قبول کر میری معذرت. فقبل معذرتي، پیش کرتا ہوں میں اپنی معذرت، پس قبول کر میری معذرت. وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي، اور سکھا مجھ کو جو نفس میں ہے، پس بخش دے مجھ کو اور میرے گناہوں کو. وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي، اور سکھا مجھ کو جو نفس میں ہے، پس بخش دے مجھ کو اور میرے گناہوں کو. وتعلم حاجتي فاعطني، اور سکھا مانگنا مجھ کو یا طلب کرنا، پس
عطا کر مجھ کو، وتعلم حاجتي فاعطني، اور سکھا مانگنا مجھ کو یا طلب کرنا، پس عطا کر مجھ کو. اللهم اني اسالك علما يباشر قلبي ويقينا صادقا. اے اللہ، میں سوال کرتا ہوں ایمان کا جو کھول دے میرے دل کو اور پختہ بات کو. اللهم اني اسالك علما يباشر قلبي ويقينا صادقا. اے اللہ، میں سوال کرتا ہوں ایمان کا جو کھول دے میرے دل کو اور پختہ بات کو. حتی اعلم، یہاں تک کہ تو زیادہ جاننے والا ہے، بے شک وہ نہیں پہنچی مجھ کو. حتی اعلم انہ لا یصیبنی، یہاں تک کہ تو زیادہ جاننے والا ہے، بے شک وہ نہیں پہنچی مجھ کو. الا ما كتبت لي ورضا بما قضيت علي، مگر جو لکھا ہے میرے لیے اور رضا ساتھ اس چیز کے، فیصلہ کیا مجھ پر تو نے. الا ما كتبت لي ورضا بما قضيت علي، مگر جو لکھا ہے میرے لیے اور رضا ساتھ اس چیز کے، فیصلہ کیا مجھ پر تو نے. آمین. اللهم انك تعلم سريرتي وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي وتعلم حاجتي فاعطني سولي. اللهم اني اسالك علما، اللهم اني اسالك ايمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى اعلم انه لا يصيبني الا ما كتبت لي ورضا بما قضيت علي. آمین. اللهم انك تعلم سريرتي وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي وتعلم حاجتي فاعطني صولي. اللهم اني اسالك ايمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي ورضا بما قضيت علي. آمين. اللهم إنك تعلم سريرتي وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي وتعلم حاجتي فأعطني صولي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي ورضا بما قضيت علي. آمين. اللهم إنك تعلم سريرتي وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي وتعلم حاجتي فأعطني صولي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقين صادقا حتى
أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضاء بما قضيت علي. آمين. اللهم إنك تعلم سريرتي وعلانيتي، فاقبل مآدرتي وتعلم ما في نفسي، فاغفر لي ذنوبي وتعلم حاجتي، فأعطني سؤلي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضاء بما قضيت عليه. آمين. اللهم إنك تعلم سريرتي وعلانيتي، فقبل مآدرتي وتعلم ما في نفسي، فاغفر لي ذنوبي وتعلم حاجتي، فأعطني صلي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضاء بما قضيت علي. آمين. اللهم إنك تعلم سريرتي وعلانيتي، فقبل مآدرتي وتعلم ما في نفسي، فاغفر لي ذنوبي وتعلم حاجتي، فأعطني سولي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضاء بما قضيت علي. آمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آمين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. آمين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، أشهد أن الله على كل شيء قدير. آمين. اللهم أحسن عاقبتنا في عمر كلنا، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا. آمين. اللهم اهدني وارزقني وآفني وارحمني. آمين. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. آمین. جزاک اللہ. 21/2/2015. اللہ اکبر.